يسعد مساكي. طبعا مع حفظ الألقاب حبيبة قلبي صبوحة، حقيقة أنا بيسعدني كتير اليوم أني كون بهالجلسة هاي وأني شارك بمحبة وبقلب كبير مسيرتك الفنية وتاريخك الفني وأصالتك الفنية. حقيقة أنا كتير سعيد اليوم أني كون يعني أشارك بجزء صغير من هالمسيرة الكبيرة ونحكي عن تاريخك الكبير يا حياتي، الله يخلي لي وحياتك. اياكي ست سميرة، واهلا وسهلا فيكي، وهيدا الشرف الي انك انت تشاركي معي برحلة حياتي حبيبة تسلمي قلبي. لي. وكل اللي قلتيه انا نفس الشعور لإلك، الله لان انت يخليك. كمان ست عظيمة وكمان نضلتي وبتحبي اهلك، الحمد لله وفنك ما حدا قلدك الحمد قدر لله يقلدك فيه، الحمد لله تسلمي. ومنحبك كيف حبيبة قلبي. اهلا وسهلا فيك. أهلين. أنا بدي أذكرك شغلة، ما بعرف يمكن الجمهور أكيد ما بيعرفها أكيد. إذا بتذكري إمتى أول مرة التقينا سوا؟ طبعا أنت كسيدة صباح أكيد كل الناس كانت الفنانين وغير فنانين بيتمنوا أنه يشوفوكي، أكيد بيتمنوا أنه يلتقوا فيكي، بيتمنوا أنه يقلدوكي بلبسك بشخصيتك بكل شيء بفنك. حقيقة وقتها أنا من الناس اللي كتير كنت حبك حقيقة، بس كان لوني طبعا غير لونك وأنا مشيت بخط غير خط ومشيت أحسن بمدرسة أحسن غير شيء. إيه. فأول مرة التقينا وين بتتذكري؟ وين دخلك بسوريا؟ قبل سوريا إيه التقينا بيت، إذا بتذكري بيت الأميرة، سمو الأميرة العنود بنت عبد العزيز إيه الله بعلي، يرحمها، شو كان ست تذكرها؟ يا عظيمة. الله، إيه ضلينا على كم يوم يعني كل يوم الغداء عندها، وهي أول لقاء كان تم وكانت بيناتنا. جهير معجبة فيكي نعم، وسارة معجبة معجبة فيكي. فيك. مزبوط صحيح. صحيح. اي والله الله يذكرهم بالخير. وبعد منها طبعا صرنا نلتقي التقينا بالكويت. ايه عملت حفلة، اي حفلتين انا نعم، وياكي، اول ليلتين كانوا حلوين اي كتير. اول مرة على المسرح ايه التقينا بالكويت، وكان وحسيت قديش بحبوا لونك فعلا لطيف، تسلمي شو بحبوا اللون اللي تسلمي. انت بتغنيه. اي حلو حقيقة، كانوا ايه حفلات حلوين كتير. وبعد منها رجعنا، بعد الحفلة رجعنا قعدنا نلعب ورا، ايه مذكرة؟ صبرت علي سمير. انا صرت نط اللي كيف هالقد عم تكسبي؟ اتاري وخي بعدين قلتي لي عم صبر لا عليك. وخي شاري مدلي الورقة من ايه تحت شفتي الطاولة. ضحكت علي. ما قلت خليني نستغل وانا الشغلة. يعني قلبي طيب ومستسلمه، قال يعني انا. فعلا انه مسكر هذيك الايام حقيقه، ما بيروح نهار وبيجي مثله. صحيح بتعرفي هذيك الايام خاصه احتفالاتنا بسوريا، هالحفلات الوطنيه اللي كانت الوطنية تصير بسوريا، كل المناسبات انه كنا اغلبيتهم كلهم اشتركنا سوا. كان يمكن غير زمن، كان كان الدنيا استاذ غير وديع شكل. الصافي ايه كمان، معلوم وكمان كان يجوا فنانين كمان من مصر من الدول العربيه ومن من تونس. كل مطرح كنا فعلا نحب بعضنا، شفتي كيف؟ كنا نحب فعلا بعضنا. كان الفن غير شكل. يعني يا ريت هلا هالفنانين اللي طالعين هلا جديد، يا ريت انه شوي يرجعوا للتاريخ هذاك، يعني تاريخ صعبة قبل الاحداث، بس لحتى يعرفوا كيف الفن كان باي مستوى صعبة ست وباي سميرة. محبه وباي ايه يعني احترام كان اتغير لبعضنا. الجو والزمن اي بلف، انت مزبوط بتعرفي الدنيا مزبوط. دولاب بس وكل شيء معلش، بوقته، يمكن ما مهما بعرف. مهما لف الزمن يا ستي، انه بضل انه الواحد مفروض يعرف يعني ما يتخطى حدوده. يعني ما في حدا بيلغي حدا، ما في صحيح حدا بيلغي هاي حدا، صحيح، ما في لا حدا في مطرح حدا، ابدا وانت شايف ابدا الجمهور يمكن ابدا. حاسس قديش حبه صح عم بزيد الك، الحمد او لله انا كمان عم بحس الحمد هيك لله كمان، الحمد لله. وهي نعمة من الله. يعني انت بالنسبه لنا كلياتنا، انا صدقيني دائما كنت يعني بحكي، يعني بحكي عنك وبحكي ايه عن بعرف، تاريخك تسلمي لي، الفني ايه ممنون يعني. وبحكي عن اصالتك، لانه انت يعني مثال اعلى لنا كلياتنا، لكل الفن اللبناني. ما تنسي صدقيني ست سميرة امك من ضيعتي. انا وياك. نخليها لبعد شوي. صحيح الوالده من نفس ايه ضيعتك حقيقه، مبددون. وهذا الشيء بيسعدني اكيد. وانا كمان. وان شاء الله انه مسيرتك هالفنيه هاي ان شاء الله انه تضل تاريخ لكل الاجيال ان شاء ان شاء الله الله، بعد عمرا طويل ان شاء الله. للاجيال اللي جايه بعد منا، يعني انه يذكر هالانسان العظيم هالتاريخ العظيم. انا دائما بس يسالوني عنك بقول لهم صباح وفيروز ووديع الصافي، طبعا مع حفظ الالقاب، انه هالاشخاص هدول انا بعتبرهم يعني عمود من اعمده بعلبك.
يعني كل انسان منهم بعتبره تاريخ للفن. ايه ساهمنا بالفن اللبناني كثير بصراحه، ما في شك والحمد لله انه صار الفن اللبناني فن عظيم وبالطليعه ويعني وهل الشيء اللي هلا يعني عم بي يعني تاريخك الفني هذا اللي عم تجمعوه بهال الحلقات الحلوة هاي، هذا مهم كتير، هذا لازم يصير مدرسة بعدين إن شاء الله. للفن اللبناني إيه؟ يصير مدرسة لإلهم لحتى يشوفوا تاريخ الأغنية اللبنانية. يعني فاكرة لما غنيت أنا وياكي أيام اللولو؟ حبيبتي أنا بحبها بصوتي، بتصدق بحبها كتير بصوتي. وتعرفي كيف يعني وقت إن الناس انتقدوا إنه في شيء أنا وياك أنا وياكي بحياتي أبداً، بالعكس ولا أنا ولا انبسطت إنك غنيتي. صدقيني هو وقتها إيه؟ الله يذكره بالخير الأستاذ إلي شويري، شوفي هو عملها ضرب ذكاء بيني وبينك، يعني عملها ضرب ذكاء على اساس انه قال لك انه انا ما اعطاني اياها، واجا قال لي لي انا قال لي انا انت على اساس انك انت سمعتيها بس مره يعني وانك ما اخذتيها، يعني ما سمعتيها وقلتي لي بدي اياها، لا حرام يعني حتى ما يعني يكون واحد لا بحب غلط. كمان انا اوضح لك اكثر، لانه طبعا انا وياكي هو بهمه الغنيه تتغنى بصوت مطرب الى اسمه صح، وانت طبعا اسمك عظيم وهيك، بس شو كان وقتها؟ انا قلت له ايه على الغنيه وسافرت شي 4 سنين، كان وقتها فتره حرب بلبنان صح، والفنان بهيك فترات اوقات بيحتاج انه هو يشتغل صح. فطبعا هو قال لك صباح تاخرت وعندنا ست سميره ليش لا بيعطيك اياها. انا غنيتها بطريقه وانت غنيتيها بطريقه ثانيه ايه. حتى شوفي نفس الاغنيه ونفس الملحن، بس كل واحدة منا غنتها بأسلوبها بطريقتها هي. في كتير ناس بغنوها بأسلوبك لهلأ بحبوها ايه. يعني بحبوها حقيقة صحيح. يعني الأغنية ناجحة، ما في شك أنه ناجحة الأغنية، وما في شك أنه كان وقتها يعني هالشي اللي صار بيني وبينك كمان رفع من مستوى الأغنية وخلاها تعلي أكثر مع الناس. مزبوط حبيبتي أكيد يعني يعني مدام صباح ويعني اسمك وتاريخك وجودك صدقيني حبيبتي، ولا وهيدي ولا يوم صدقيني اني انا انتي قليتي يعني شعره وحده بنظري او بقلبي او قلت محبتك بقلبي صدقيني. انت اخت لي واكثر يعني، وهاللي عم تعملوه هلا فعلا صدقيني كثير كثير شيء عظيم هاي. وبتمنى انا لو يصير لي مجال اني اقدر احكي عنك وعن عن يعني عن اعمالك وعن عن عن اسلوبك بهالحياه وعن كفاحك صدقيني يمكن تعملوا منهم كذا 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 حلقه برافو مزبوط. فالمهم هذا الشيء بيسعدني كثير اني انا اكون وهلا صار العمل شريك. عظيم لما انت نورتينا الله يخليك، وانا بشكرك ويعطيك الصحه وتضلي منورتينا. تسلمي بهالدنيا. على كل حال الفنان اللبناني او اي فنان من اي بلد مش ضروري يغني التراث اللبناني ليكون هو عظيم لوطنه، بكفي انك انت لبنانيه وين ما تروحوا هالفنانة العظيمة من لبنان، هيدا شيء كمان شيء مهم لله. للوطن الحمد لله. الله يا رب يوفقك ووفقك بهاللون ما قدروا الله يدوك فيه. الله يسلمك حبيبتي تسلمي. ممنوني أنا. يا تسلمي روحي. إن شاء الله يعني بتمنى لك النجاح الدائم والتوفيق وطولة العمر والتوفيق من سميرة توفيق. وأنت كمان حبيبة قلبي. هلا وسهلا. أهلين.